شوف الخطأ، وكاد فريق نادي بارادو أن يصل إلى، بل شبيبة بجاية أن تصل إلى مرمى هذا بوداوي اللي وقع على أرضية الميدان. طبعا ستقدم له الإسعافات الأولية لأنه ربما أصيب إصابة نوعا ما، إن شاء الله ما تكونش خطيرة على اللاعب بوداوي. فن مقابلة محتملة ومفتوحة على كل الاحتمالات محمد. فعلا لو نتكلموا على المقابلة بصفة عامة نقولوا يعني فريق بارادو ربما عنده الأفضلية، أفضلية الميدان، أفضلية النتائج الإيجابية اللي حققها في البطولة مؤخرا، يعني فريق اللي يعرف يتعامل خاصة في أرضية ميدانه. ولكن بالمقابل شبيبة بجاية كذلك هي عادت في النتائج الأخيرة، يعني حققت نتائج مقبولة جدا، لهذا راح تكون اليوم صعوبة بالنسبة لنادي بارادو، خاصة يعني لو نشوفوا يعني فريق بجاية اللي مشى بطريقة نقدر نقول دفاعية تقريبا 80%. إذن المقابلة كما قلت مقابلة كأس، والمدرب السيد بوعكاز معز المدرب التونسي طبعا عنده حلول، وعنده طبعا طريقه اللي راح يواجه بها فريق نادي بارادو اللي معروف عليه انه نادي يلعب الكرات القصيره، يعتمد على اللاعبين اللي عندهم سرعه كبيره وعندهم كذلك حارس ممتاز وحارس مساوي. ولكن هذه الامور تبقى بعيده عن ترتيب الفريقين، طبعا عن ترتيب الفريقين سواء في الرابطه المحترفه الاولى او الثانيه، لانه الترتيب اليوم قلت مقابله كاس فيها الحراره، فيها الحماس تاع اللاعبين، فيها الاراده تاع اللاعبين، كل لاعب يحبذ ويريد، وكل فريق يحب ان يكون في النصف النهائي ولما لا النهائي، خاصة أنه فريق شبيبة بجاية نعرف أنه نال كأس الجمهورية مرة واحدة ولعب أدوار الأولى فريق شبيبة بجاية لما كان في المحترف الأول. فعلا مقابلة كأس تختلف عن مقابلة البطولة، هذا شيء أكيد، لهذا في كل مرة ننتظر يعني المفاجآت في كأس الجزائر. اليوم حقيقة لو نشوفوا يعني شبيبة بجاية في بداية اللقاء راهو يضغط في منطقة شبيبة بجاية، دفاع متقدم، وهذا هو اللي راح يصعب من مهمة نادي بارادو. في غياب اليوم مختار هشام وشوشي لاعبين من الفريق يعني يلعبوا بصفة دائمة، اليوم غايبين بسبب الإصابة. فعلا شبيبة بجاية اليوم يلعب بدون رأس حربة وهو الغائب ربما اللي في الهجوم، ولكن هذا ما راحش يمنع يعني خاصة لما تشوف يعني التشكيلة ما عادة كذلك يعني محور الدفاع، غياب مادور ناصر اللي عوضوا اليوم عمر يوسف في محور الدفاع، ما عدا هاد اللاعبين نظن الفريق متكامل ويقدر يعني يواجه نادي بارادو. نعم المواجهة أيضا كبيرة، وإن شاء الله تكون يعني احنا نبحث عن طبعا كمعلقين وكمتفرجين كذلك نبحث عن الأهداف، نبحث عن الأداء الجيد فوق أرضية الميدان، خاصة في هذه المباراة. محاولة لصالح شبيبة بجاية، محاولة كبيرة خطيرة وتبقى لصالح فريق شبيبة بجاية، محاولة وهناك وضعية تسلل اللي أعلن عليها الحكم السيد نادر. شوف يعني بدون عقدة يعني شبيبة بجاية دخل في المقابلة في بداية اللقاء، ضغط في بداية كان يدافع، وحتى الآن يعني شوف يعني فرصة كانت ممكن تسجل هدف. نعم. فعلا، وهذا يعني اللي راح يصعب كما قلنا في البداية مأمورية فريق نادي بارادو اللي مازال ما دخلش في اللقاء. هاي اللقطة ممتازة يعني بصراحة، يعني نقولوا كان عنده المكان باش يقذف يعني يسدد كما ينبغي، ولكن ضربها في اللاعب في البداية ماهوش هاد اللقطة. هنا مجموعة كبيرة من مدافعي
الذي بارادو دخله في وقت واحد طبعا في وقت وإن كان وإن كانت الكرة في خطيرة داخل منطقة العمليات داخل منطقة الحارس مساوي لمصاب، ولكن يعني الآخر لحظة كان أعطوناش يعني الحارس شكون، ولكن في الأخير مساوي هو اللي يلعب هذه المباراة. بعد الإحماء كانوا ينتظروا يعني هل الحارس هو صمم الحارس باش يلعب، لهذا انتظروا إلى آخر دقيقة ومدوا الاسم تاع الحارس. نعم محاولة أيضا في وسط الميدان بوداوي مد كرة لكن تقص على مستوى وسط الميدان ثم ترجع لصالح فريق شبيبة بجاية، هايلة طويلة ويخليها اللاعب لصالح شبيبة بجاية على الجهة اليسرى، في محاولة على الجهة اليسرى، وتقريبا كل المحاولات اللي شفناها لحد الآن على الجهة اليسرى المدافع الأيسر في كل مرة يصعد يعني بامتياز. ولاحظ يعني لو نحضروا على الديسبوزيتيف يعني طريقة اللعب اللي راه يلعب بها شبيبة بجاية يلعبها بكان سنتينار من غير العادة، يعني بايتاش لاعب وسط ميدان هجومي يلعب كوسط ميدان دفاعي وراء اللاعبين تاع الوسط، شوف يعني يتمركز دائما في الوسط، وهذا شيء جديد بالنسبة لشبيبة بجاية. إذن اليوم نقول أن المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومباراة نظن اللي سجل الأول راح الفريق اللي راح يسجل الأول راح يلعب نقول يلعب بكل راحة نوعا ما. فعلا أنا قلت لك شوف والله بداية يعني جيدة شبيبة بجاية راهو يعني يتحكم في الكرة ويمشي للأمام بكل سهولة. نادي بارادو اللي مازال ما لقاش العالم تاعو يعني اللي عودنا عليها هو في كل مره السرعه للامام، هذاك هو الشيء اللي مازال ما شفناهش عند نادي بارادو. ننتظروا ربما مرور الوقت 8 دقائق مازال هنا 8 دقائق. هذا المدرب شالو البرتغالي اللي مصمم هو الاخر على الوصول الى دور النصف النهائي طبعا بعد وصول كل من شباب قسنطينة وفاق سطيف شباب بوزداد. يعني يبقى الفريق اليوم اللي يتأهل من الفريقين طبعا هو اللي يوصل لدور النصف النهائي، ومحتمل انه يلعب اللقاء في 90 دقيقة، محتمل انه يكون 120 دقيقة او ضربة ترجع. فعلا لو النتيجة تبقى على حالها راح تمشي لهذه الاحتمالات، ولكن نظن حسب البداية تاع شبيبة بجاية ونعرفوا نادي بارادو نظن راح يكون فيها اهداف في مرور الوقت ان شاء الله. هذا ما نتمناه في اهداف ومحاولات، اهداف ولقطات ان شاء الله تكون في مستوى سمعة الفريقين والمحاولة لصالح فريق نادي بارادو بل تقص من فريق شبيبة بجاية، وهجمة لصالح الشبيبة في وسط الميدان ترجع صالح شبيبة بجاية دائما يحافظ على كورته وعلى الجهة اليسرى دائما في محاولة لصالح شبيبة بجاية يبحث عن لاعب متحرر من المراقبة طويلة ولكن تقص من جانب نادي بارادو. شوف العمل الثنائي محاولة مساوي الدخل مساوي وفي هناك إصابة للاعب شبيبة بجاية، إن شاء الله إصابة تكون خفيفة إن شاء الله لأن كان فيه اصطدام بين الحارس. شوف الإعادة محمد كيف كانت ملعوبة كما ينبغي. لا الحارس اللاعب ما مشي الحارس، نظن الحارس هو اللي خرج وارتكب الخطأ. شوف يعني توقف المهاجم توقف والحارس هو اللي ارتكب الكرة طبعا. إذن ولكن العمل كان على الجهة اليمنى من طرف خلاف نبيل. فعلا لو يشوف المدافع الايسر هو اللي دار الترانسفيرسال يعني غير الكره تماما من الجهه اليسرى للجهه اليمنى وكانت يعني جميله. هذا هو اللعب الجميل اللي يشوفوه يعني لما تلقى مدافع ايسر يعمل يعني الترانسفيرسال اللي يعملها، هذا ياكد يعني امكانيه اللاعب اللي يقوم بهذه الحركات. تقص في لصالح نادي بارادو وتقديم الرجل
الحكم حكم كان المفروض انه يعطي البطاقه الصفراء. شوف الاعاده انه شوف تقديم الرجل يعني هذه يعني بطاقه صفراء. هنا رفع الرجل تاعو، الرجل كانت مرفوعه، لما اللاعب يرفع الرجل من الارض هنا يكون الخطا او يكون حتى البطاقه الصفراء. لكن الحكم تغاضى على هذا الخطا وسيد نادر يعني من حظه يعني ما لمش اللاعب يعني ما لمش المنافس. ابو داوي طويله لصالح نادي بارادو على الجهه اليسرى، يتحصل على تماس وركنيه. نعم تنفذ بسرعه لصالح نادي بارادو، طويله ناحيه بعياد وتدخل الدفاع، ثم ترجع الكره لصالح نادي بارادو. 1-2 لكن تقص من جانب فريق شبيبة بجاية، وانطلاقه سريعه، انطلاقه ثم شوف التغيير الكره. يعني حقيقة شبيبة بجاية العناصر تاعها حتى الآن يعني 11 دقيقة شفنا أنه شبيبة بجاية تأدي في مباراة يعني في الربع ساعة هذا الأول تأدي في مباراة جميلة جدا. فعلا يعني بداية في المستوى من ناحية الاستحواذ على الكرة أو حتى في الدفاع لما يدافعوا بكتلة واحدة، هذا هو اللي يمنع نادي بارادو باش يلعب الكرة تاعو اللي عودنا عليها. بوشينا قائد الفريق ترجع لي بوعبطة، شوف الخطأ اللي يرتكبه، محاولة ولكن شوف اللاعب كان من إمكانه أنه يعني أحسن يمرر زميله كان أمامه، ولكن سدد وتصطدم بالدفاع، ثم ترجع لصالح نادي بارادو. انطلاقة سريعة ولكن الخطأ يعلن عليه الحكم، الخطأ لصالح وصيف حيدر رقم 11 اللي قام بهذه العملية على الجهة اليمنى لنادي بارادو. ثم محاولة بن عياد تقص، ترجع لفريق شبيبة بجاية، ويبقى فريق شبيبة يبحث عن شوف نوعا ما كان فيه تسرع. شوف هذا محمد، شوف هنا كان ممكن يمر لصاحبه، كان ممكن كان على رجل اليسرى كان يمد الكره، ولكن قبل هذا الخطا الفادح يعني من مدافع نادي بارادو اللي يمد له الكره في هذيك المنطقه. انطلاقه سريعه لصالح الشبيبة بجاية، ترجع لصالح الشبيبة دائما. شوف العمل الثنائي على داخل منطقة العمليات مساوي. نزلي المدافع الأيسر يقوم بعمل جيد، المدافع الأيسر شبيبة بجاية كل مرة هو يمد الحلول حقيقة اللي أدي في مباراة جيدة. كانش هناك البطاقة، الحكم يعلن عن مخالفة. الزرقان ترجع لبوشينا، بوشينا والكرة تمر بين حمودي طيب وبوداوي. بوداوي في وسط الميدان، بوداوي ثم العمل، بدأ العمل من جانب نادي بارادو طويلة، لكن ترجع الكرة لبوشينا قائد الفريق. بوشينا والعمل 1-2، حاول تهدئة اللعب نوعا ما لفريق نادي بارادو. بالفعل هو يحوس على الحلول لأن كما قلنا شبيبة بجاية غالق له كل ما النوافذ. حتى التدخلات موفقه جدا بن مسعود، كيف تدخل وخرج هذه الكره الى الركنيه. فعلا تدخل بدون خطا، وهذا هو المدافع اللي يحسن يعني اللي يدافع بهذه الطريقه. علقي وعمر يوسف، محاولات ثم ترجع من لشبيبة بجاية، ولكن إلى التماس هذه المرة يعني محافظ على التركيبة تاعو، محافظ على الخطوط تاعو كما ينبغي، على الانتشار فوق أرضية الميدان. فريق شبيبة بجاية لحد الآن يعني ينتشر جيدا سواء في حالة الدفاع أو في حالة الهجوم. محاولة لصالح فريق نادي بارادو، تصطدم ب الدفاع بل تصطدم بالزميل تاعو وتخرج الى ست امتار. حارس شبيبة بجاية علوي نافع راح يصعب المأمورية لنادي بارادو. لماذا؟ لان لما
فريق يلعب بالكتلة الدفاعية راح يصعب بالنسبة لنادي بارادو. هو يحب يعني المساحات اللي عنده لاعبين يتميزوا بالسرعة. لهذا نظن بوعكاز قرا مليح طريقة اللعب نادي بارادو اللي ما يخليلوش المساحات وما يخليلوش يعني الفراغات حتى يعني يكون خطورة كبيرة. في الكرة في وسط الميدان طويلة مباشرة لمحاولة لصالح فريق نادي بارادو ودخول منطقة العمليات. هناك حراسة مشددة على اللاعبين لاعبي نادي بارادو. ما خلاش اللاعب بوعلي حمزة كيف يخرج وكيف يراوغ داخل منطقة العمليات. محاولة ثم تدخل مرة أخرى من جانب بل ستنطار. نعم ستنطار لفريق شبيبة بجاية. كل المحاولات بالنسبة لنادي بارادو ما مرش يعني المكان المناسب. صبحوا الآن يحوسوا على اللعب الفردي يعني المحاولات الفردية حتى يعني ربما يتمكنوا باش حتى يفتحوا كرة لنادي بارادو. ثم الخطأ خطأ ونصيف هي الزرقان. زرقان ابن اللاعب الأنيق ابن زرقان لاعب فريق وفاق سطيف مليك. والمحاولة لصالح فريق نادي بارادو. ترجع الكرة دائما لبو عبطة. بو عبطة وهو قائد الدفاع. وانطلاقة بوداوي. انطلاقة بوداوي مرر الكرة هذه داخل منطقة العمليات ومباشرة تسديدة قوية والحارس علوي كان في المكان المناسب. الحارس علوي كان في المكان المناسب. راح نشاهد هذا. لا لقطة فردية. شوف يعني بوداوي مشى تقريبا 20 متر او 15 متر وسدد يعني بطريقة يعني نقدر نقول ما كانتش قوية. ولكن تسديدة كان الحارس في المكان المناسب. انطلاقة لفريق شبيبة بجاية على الجهة اليمنى. وقف هذه الكرة ثم ترجع طويلة. لا بعيدة كثير. بعيدة كثير. كان من الأحسن أنه يرفع الكرة هذه يعني نصف عالية. والله يعني كان عنده الحل. لعب زميله في وسط الميدان متحرر. كان متحرر كان وحده. لو مد الكرة كان ممكن كان الآخر يسدد بأحسن طريقة. هو تسرع. طبعا في بعض الأحيان اللاعبين يتسرعوا. يتسرعوا هذا هو. يتسرعوا هذه ربما الأخطاء التي يرتكبها اللاعب يعني المدرب. لا خاصة اللاعب يكون لاعب شاب ما عندوش يعني تجربة. كل هذه الأمور تخليه يرتكب مثل هذه الأخطاء. الكرة لفريق شبيبة بجاية وتدخل بقوة. ترجع الكرة لزرقان. انطلاقة من زرقان. يمد كرة لبوداوي. بوداوي على الجهة اليمنى. من هو متحرر؟ اللاعب لصالح نادي بارادو ولكن غلق المنافذ. المدافع قلق على اللاعبين. وترجع الكرة لصالح شبيبة بجاية. علقي ثم الكرة تمر كما ينبغي بين عناصر فريق شبيبة بجاية. وكاين في هناك لاعب وقع على أرضية الميدان. وطبعا السيد نادر في هناك لاعب شبيبة بجاية وقع على أرضية الميدان زعموم وليد. شوف بعد التدخل فعلا كان في هناك تدخل. نعم كان في هناك تدخل عنيف نوعا ما. فعلا عنيف. كان فيها تدخل هنا باللقطة تبين من يعني بوشينا. فعلا كان المفروض يكون خطأ هنا. شوف مشى للكرة ومشى رجل اللاعب. نعم. منع اللاعب يعني ما مشاش الكره مشى رجل. الكره كانت لاصقه يعني في رجل اللاعب. لهذا يعني ارتكب عليه الخطا. من المفروض هنا تكون الحكم ما اعلنش عن الخطا ولكن هذا يبقى طبعا الحكم فوق ارضيه الميدان. نقول في بعض الاحيان لا احنا كنا نتبعوا في اللقاء وما شفناهاش يعني بعد الاعاده يعني باش تشوف يعني الحاكم في بعض الاحيان ما راحش يعني خاصه لما يكون بعيد عن اللقطه ما راحش يكون متاكد 100%. لا احنا نتاكد بان هناك طبعا زملاء الفنيين التقنيين وزميلنا الحاج يزيد بالكوت راح تكون كل لقطه يعني معاده وكل
كل ما يحدث فوق أرضية الميدان سنشاهده إن شاء الله بوضوح. وترجع كرة لفريق نادي بارادو. انطلاقة سريعة بداوي نعم لصالح نادي بارادو بل لزرقان. وقف هذه الكرة ثم يرجع والخطأ يرتكب على اللاعب بن عياد. لا كان فيها تسلل من قبل الخطأ. كان الحكم رفع الراية. رفع الراية نعم. إن كانت وضعية تسلل. الدقيقة 21 النتيجة 0-0 بين الفريقين بين فريق شبيبة بجاية اللي يلعب نقول متحرر يعني من أي عقدة ما فيش عقدة يعني بصراحة يعني نقول يلعب بكل إمكانياته. ومحاولة لصالح شبيبة بجاية طويلة الحارس مساوي يخرج طويل القامة قامته تسمح له باقتناص الكرة العالية. والله يعني فعلا مساوي القامة تاعه يعني تسمح له في هذه الكرات. ولكن لو نعاود نشوف بعد 22 دقيقة نشوف المحاولات من ناحية شبيبة بجاية أكثر من جانب نادي بارادو. محاولات يعني محاولات عديدة لحقوا في عدة مرات قريبا للمنطقة قريبا للمساوي. وبوداوي بوداوي وقف هذه الكرة ترجع لصالح ملا. ما فيش هناك تدخل من جانب دفاع شبيبة بجاية ومحاولة لكن تقص. بوداوي ترجع الكرة لنادي بارادو. نادي بارادو المحاولة ولكن هناك الحارس سبق علوي قرا هذا التسديد او التمريرة ورجع الكرة. هذه ما فيش خطأ بل الحكم يقول خطأ نعم. ونادي بارادو هذا وشو يبحث راه يبحث يعني الفراغات. ورانا نلاحظوا شبيبة بجاية الثقه اللي خداوها في بدايه اللقاء راه بعض اللاعبين حتى المدافعين راهم يصعدوا في كل مره وهذو هما الفراغات اللي راح يستغلهم نادي بارادو لو يكملوا هكذا. رانا شفنا ثلاث هجمات يعني اللي كانت ممكن تكون خطيره نعم. ولكن شبيبة بجاية يؤدي في مباراه ممتازه الحقيقه يعني في هذا في الشوط الاول هذا ويبقى يبحث عن الوصول إلى مرمى الحارس مساوي. ومحاولة لصالح فريق نادي بارادو بن عياد ثم ترجع ليه الكرة ترجع لبن عياد ويسدد قوية لكن طويلة وعالية. شوف لما نادي بارادو يلقى شبيبة بجاية متمركز في الدفاع يتصعب له باش يسجل أهداف. ولاحظنا يعني كل اللقاءات والمقابلات اللي لعبها نادي بارادو الأهداف تاعه كلها تكون على أطر هجومات معاكسة السرعة كل الأهداف اللي سجلهم مقارنة يعني اليوم اللي رانا نلاحظوا شبيبة بجاية متمركز في الدفاع راح يصعب نادي بارادو بس يسجل بهذه الطريقة اللي عودنا عليها. إذن الحارس علوي وإعادة الميدان طويلة من الحارس علوي وتدخل دفاع نادي بارادو دون خطأ. هناك اثنين من اللاعبين من شبيبة بجاية ومحاولة لكن هناك الخطأ. اللاعب بعطاش هذا اللي كان لاعب يلعب في الهجوم يعني تقريبا لاعب وسط ميدان هجومي تقريبا لنافيدمي صبح يلعب كسنتينار يعني يلعب وسط ميدان دفاعي دافع ويمرر الكرات. هذا شيء جميل هذا اكتشاف ربما من عند المدرب بوعكاز. كرة لصالح شبيبة بجاية لكن يلحق عليه بوشينا ولصالح الشبيبة ثم محاولة لصالح شبيبة بجاية عمل ثنائي تقص وينطلق زرقان لكن هناك الدفاع متماسك جدا وعلقي ثم كرة لصالح شبيبة بجاية. شوف لا خطأ كانت توزيع نوعا ما التمريرة ولكن كانت بسرعة وفاتت من أمام اللاعب زناسني المدافع الأيسر يعني يقوم بعمل جيد. ترجع الكرة لنادي بارادو بوشينا لصالح مساوي اللي رجع هذه الكرة طويلة ونادي بارادو يحاول أنه يهدأ نوعا ما من اللعب يحاول أنه في بعض الأحيان يعني يحاول يبدأ يبني اللعب نتاعو انطلاقا من وسط الميدان وكذلك الدفاع ولكن
هذا ما وجدوش في امام شبيب تبيجاي. هو نادي بارادو ما يساعدوش اللاعب اللي يبني، ماهوش الفريق اللي يبني اللعب من الوراء، يعني ما يجيش من الخلف ويبني. فريق اللي يحب يمشي في كل مره، يعني الكره تاعو ما تكونش، ما تجوش على عده مراحل، يعني مرحله مرحلتين وتمشي. شوف الانطلاقه في هجمه معاكسه، كاين فيه بعبطه، ولكن لا، التوزيعه والتسديده كانت بعيده من اللاعب زنسني. ثم وشكون اللي صعد بالحفيده؟ اللاعب محور الدفاع هو اللي صعد علالي. والكره لصالح نادي بارادو، محاوله طويله وتدخل دفاع شبيبه بجايه، خرج هذه الكره ثم تبقى لصالح شبيبه بجايه، وترجع هذه الكره لصالح الشبيبه. ولكن شوف التدخلات، حتى فريق نادي بارادو ما يخليش المساحات الشاغره لفريق شبيبه بجايه، اللي حقيقه لو نشوف يعني في ال 25 او 26 دقيقه اللي يعني مضات، نقول ان شبيبه بجايه كان عندها اكثر، يعني اكثر فرص للتسجيل، واحسن بكثير، يعني نقول من الناحيه الجماعيه، من ناحيه اللعب الجماعي والمحاولات. فعلا حتى الاستحواذ رانا نشوفوا فيه، يحط كره في الارض ويلعب ويمر الكره تاعو ويمشي للامام، ولما يضيع الكره يدافع بطريقه جيده. هذا هو اللي ما كناش ربما ننتظره، يعني رد بدايه تاع شبيبه بجايه تكون بهذه الطريقه، خاصه يعني نادي بارادو اللي عوضنا يعني يستحوذ على الكره ويمشي للامام بسرعه، هذه ما شفناهاش كثير عند نادي بارادو. وعلى هذه قلنا محمد انه كرة القدم وخاصة يعني مقابلات الكأس تختلف تماما عن مقابلات البطولة، لأنه مقابلة وفقط، يعني اليوم وفقط. فعلا المقابلة تلعب يعني على 90 دقيقة و120 أو ضربات ترجيح، يعني ما فيهاش أمور يعني صعبة، يعني نلعب مقابلة، يعني نمد كل ما اللاعبين يمدوا كل ما عندهم من إمكانيات ومن فنيات، ثم ما فيهاش فيها حسابات، ما يكونش فيها حسابات. هو الفوز او التأهل، يعني الاهم هو الهدف، الهدف الاسمى، يعني نعم اللي يمشوا ليه باش يتأهل للدور المقبل. ولكن لو نشوفوا الفيزيونومي تاع المقابله، او يعني الجو تاع المقابله، ما راهوش يعني قوي، يعني كما ينبغي، ماهوش مقابله كأس اللي ربما راهم يلعبوا بارتياح تقريبا 22 لاعب على ارضيه الميدان. فعلا بارتياح كبير، يعني نقول نادي بارادو نوعا ما فيه، يعني نقول عنده بعض التسرع، ولكن شبيبه بجايه تلعب براحه، يعني حتى انه المدربين والمسيرين تاع الفريق الهدف تاعهم هذا الموسم هو البقاء، يعني يلعبوا على من اجل البقاء في المحترف الثاني، لانه قضيه الصعود ما مشات يعني على فريق شبيبه بجايه. فعلا لو نشوف المقابلات الاخيرتين، يعني زوج مقابلات هي اللي فصلت يعني في نعم قضيه الصعود، ولكن هما الهدف تاعهم اليوم هو يمشوا ولما لا للدور النصف النهائي. فعلا يبقى هدف من الاهداف اللي يبحث عنها فريق شبيبه بجايه داخل منطقه العمليات، و الكرة تخرج إلى الركنية. لا، المساعد الحكم ما رفعش رايته، ثم ترجع لفريق نادي بارادو ليحاول أنه يخرج هذه الكرة الصعبة ومباشرة إلى التماس، لأنه ما عندوش حل آخر إلا هذا. كاين فيه ضغط من جانب المهاجمين تاع شبيبة بجاية، كاين فيه هناك ضغط كبير. الكرة ترجع لفريق نادي بارادو، زرقان علي بن عياد، بن عياد يحاول الدخول لمنطقة العمليات كالعادة، وتسديدة قوية 16. كان حل فردي، كان هذا هو الحل، يقدر ربما كان يكون انتير كروازي كان أحسن يضرب القائم الثاني، كان يكون أحسن. شوف هنا الكرة ما خرجتش هنا، قعد لم تخرج، يعني الزملاء التقنيين والفنيين يعني بصراحة يعني مساوي، يعني نظن
الأشتي رقم 5 وشوف المساوي اللي كان مصاب يعني وفي آخر لحظة يعني لعب المباراة ممكن جدا الإصابة تاعه تأثر عليه ويخرج من اللقاء يخرج من هذا اللقاء ممكن جدا نقول تبقى هذه احتمالات فقط لأنه كانت يعني آخر لحظة ما عطاوناش من هو الحارس هما كانوا ينتظروا يعني هو الحارس اللي صمم يعني باش يلعب كان حاب يلعب هذا اللقاء لهذا عطاو له فرصة يعني في التسخينات وشاف روحه بلي يقدر يلعب اللقاء ونظن نتمنى يكمل اللقاء تاعو كان هذا كذلك المدرب التونسي بوعكاز معز طبعا في حديث مع اللاعب رقم 11 من جانب فريق بن سايح رضا بن سايح رضا خفيف الحركة هذا اللاعب خفيف جدا وإمكانيته كبيرة ونقدر نقول أن الجمهور يعني وأنصار فريق شباب بجاية حضروا اليوم لهذه المباراة بينما احنا نعرف أن فريق نادي بارادو يلعب دون أنصار يعني ما عندوش أنصار كثيرين يعني بعض تقريبا فريق نادي بارادو ونادي جيل هندسة الجزائر يعني يتشابهوا في هذا نعم يتشابهوا في هذا الوضعية تاع الجمهور يعني ورغم ذلك جيل هندسة الجزائر للتذكير فقط وللتذكير ولتاريخ الفريق يعني اللي كان فاز ب كأس الجمهورية سنة 82 ووصل إلى النهائي في 84 فعلا كان فاز 82 بدون جمهور وكان اللقاء ممل جدا فاز على نصر حسين داي أنا ذاك نتذكر فريق نصر حسين داي اللي كان عنده 5 لاعبين في الفريق الوطني أنا ذاك مشاو للمونديال ولعبوا فازت الأديانسي أنا ذاك يعني نقول أن فريق نادي بارادو يعني حقيقة والله فريق يستحق يعني يكون عنده جمهور كبير لكن هذه كرة قدم وحتى انه في بعض الاحيان لاعبي نادي بارادو يلعبوا دون ضغط يعني ما عندهمش ضغط من الجمهور هذا هو الشيء ربما اللي خلاهم يوصلوا لهذا المستوى ولكن ما راحش يعني من الاحسن يعني الفريق يكون عنده يعني جمهور حتى يساندوا حتى تكون يعني اكتشاف اكثر يعني لهذا المستوى لما تمشي في مستوى اعلى احسن يعني الفرق الكبيره في العالم هما يتميزوا بجمهورهم بكل الجماهير الكبيره طبعا الجمهور عنده دور كبير محمد عنده دور كبير جدا ويقولوا انه الرقم 12 10 يعني الجمهور عنده طبعا عنده ارضية الميدان وعنده محاولة شوف لصالح نادي بارادو قوية ولكن التدخل شوف شبيب بجاي يرجع بعدد كبير بعدد هائل وانطلاقة سريعة لكن هناك بعبطة يرجع الكرة لصالح موساوي بوشينا قائد الفريق شوف تماما بدل الجهة لأنه بوعبطة كان بعيد عن أي مراقبة وكان بعيد عن أي لاعب من شبيبة بجاية بوشينا ناحية زرقان يغطي منطقة الوسط ويلعب ويحاول في كل مرة يكون فعال في هذه المباراة محاولة ثم الخطأ لصالح فريق شبيبة بجاية بعد التدخل من رقم 57 لاعب نادي بارادو رقم 57 هو طاهري عبد الجليل بعد 35 دقيقة لاعب حفيظ شبيبة بجاية كان ممكن يستغل الفرص اللي اتيحت فعلا انه يلعب ضد فريق بارادو ربما في كل مرة في كل وقت يقدر يعود يعني في اللقاء المحاولة إذن لفريق شبيبة بجاية قوية وإلى الركنية حتى الحارس مساوي نوعا ما تنرفز لأنه يعني اللقطة كانت خطيرة تنرفز لأن راهو يشوف اللاعبين تاعو ما راهمش
شوف يعني هنا كان سدد يعني بطريقه جميله، ولكن اصطدمت يعني بالمدافع. نعم ضربت في المدافع. والمساوي الان بدا يحس يعني بلي الفريق تاعو راهو ضعيف نوعا ما، وكل شبك بجا كل لاعبين راهم في المنطقه صعدوا لمنطقه الهجوم، وهذا القوه ربما تاع شبيب بجاية اليوم انه ما بقاش يلعب في وسط الدفاع، يعني ما يتمركزش في الدفاع، بينما يلعب حتى في حاله الهجوم يلعب بعدد كبير، وحتى يعني بعدد المدافع المحوري علالي هو اللي راهو في كل مره يلقى روحه في منطقه تاع نادي بارادو. لعب لنصر حسين دايل، لعب علالي فعلا، علالي لعب في نصر حسين دايل، لعب في مدينه وهران كذلك، والان متواجد شبيب بجايه. في شبيب بجايه طويله مباشره ناحيه العياد، محاولة وخطيرة، والهدف الأول، والهدف الأول لصالح نادي بارادو بعد محاولة وهجمة معاكسة. إذن صعود لاعبي شبيبة بجاية خلى المساحات الشاغرة في الدفاع، وسجل فريق نادي بارادو عن طريق زرقان. زرقان رقم 90 هو اللي شوف مد الكرة هذه على الجهة، ثم زرقان وجد نفسه وجه لوجه أمام، لا بن زرقان اللي وزع، لا بن عياد اللي وزع، أعطى الكرة بن عياد اللي وزع ناحية زرقان اللي سجل الهدف الأول لصالح نادي بارادو، يعني وجد روحه أمام المرمى شاغر يعني. لا لو نعود نشوفوا لقطة الكرة الأولى اللي مشات على الجهة اليمنى، تقريبا هذو هما الكرات اللي يحبهم نادي بارادو. هنا كان الخطأ من المدافع يعني ما لحقش بالكرة، ولكن هنا يعني اثنين ضد اثنين. طبعا اللي سمح يعني لزرقان باش يسجل هدف بكل سهولة. الهدف إذا الأول لصالح نادي بارادو كان في الدقيقة 36 تقريبا، يعني الهدف كان بعد خطأ في الرجوع من جانب عناصر فعلا خلاو المساحات، وهذا واش كنا نتكلموا، قلنا يعني نادي بارادو في كل في اي وقت يقدر يسجل عليك ويعود في اللقاء، يحب هذا الكرات. وبو عطا يخرج هذه الكره الى الركنيه، قلنا شباب بجايه ما استغلش ال 35 دقيقه الاولى اللي تكلمنا عليها، لهذا تلقى هدف ركنية طويلة. مساوي أعلى، و هم المساحات اللي يحبوهم نادي بارادو الآن، ها يصبحوا مساحات. انطلاقة سريعة جدا، وخروج الحارس، خروج حارس فريق شبيبة بجاية علوي نفع، ثم ترجع الكرة لنادي بارادو، بل يسترجعها فريق شبيبة بجاية، وانطلاقة مليحة لصالح الشبيبة، ولكن أمام بوعبطة المدافع القوي، مدافع المحوري. الكرة تمشي لنادي بارادو على الجهة اليسرى، وانطلاقة سريعة، ثم ترجع الكرة لصالح فريق شبيبة بجاية. حذاري هذا الخطأ، يعني خطأ من لاعب نادي بارادو من بوعلي حمزة. نعم بوعلي حمزة، كان هناك خطأ، الحكم السيد نادر لحد الآن ولا بطاقة صفراء، يعني حاب يعني يخلي المقابلة تسير بطريقة جيدة داخل منطقة العمليات. محاولة لصالح شبيبة بجاية، ومحاولة خطيرة جدا علالي، ترجع الكرة لصالح فريق شبيبة بجاية علالي، وتخرج الكرة إلى التباس. شوف كانت تمريره جيده على الجهه اليمنى، شفنا التمريره تاع بايتاش مد الكره في العمق، كانت التمريره يعني توزيعها كانت لولا تدخل المدافع لكانت تكون اخطر. شوف دكه الاحتياط واللاعبين يعني شوف هنا يطلبوا في ربما ضربه الجزاء، لا يعني بعد التوزيع فعلا التدخل تاع المدافع امام رقم 17 تاع عموم. شوف الصورة ماهيش توضح لنا مليح، شوف هكذا هذه الصورة، هاي الصورة لا منظون، شوف
اليد كانت واحده في السماء واحده كانت في الارض، ولما ضرب الكره ربما كان قاس والله اعلم، خليوها للزكريني هو. من الصعب جدا يعني باش تكون ضربه جزاء في هذه الحاله. هنا يعني حقيقه رد الفعل سريع جدا، رد فعل سريع جدا من جانب شبيبه بجايه. والله يعني لو نشوفوا يعني من بدايه اللقاء شبيبه بجايه كان متحكم في اللقاء، كان يسير المقابله كما ينبغي، الحق للمرمى، دافع في المستوى، ولكن حداري قلنا يعني نادي بارادو قلبتنا مع الملأية. نادي بارادو لو تطلق له يعني تخلي له بعض المساحات راح يكون اخطر، يعني تخطئ في المساحه تاعك راح يعني تخلص يعني مباشره، يعني تكون فيه الاهداف. ومحاوله من بوعياد او بن عياد، لاعبين اللي يتميزوا بالسرعه ويحبوا يكونوا متحرين، لاعبين تاع بارادو ما يحملوش اللعب التكتل هذاك الدفاعي. طويله مليحه مليحه لصالح شبيبة بجاية على الجهة اليسرى في محاولة فردية، لكن نعم مرفوعة داخل منطقة العمليات. هايلة هايلة هذه الكرة، كانت تسديدة بقوة كبيرة من جانب فريق شبيبة بجاية عن طريق دواجي. يعني شوف حقيقة كانت لقطة رائعة جدا، هنا بكونتر ضد، يعني ضرب الكرة وكانت رايحة للمرمى، لولا تدخل الحارس لا كان يكون الهدف. هنا المدافع رجعها له، يعني شوف بلا ما ينتظر على طبق، وكان تسديدة في المستوى. يعني حتى الفريق نادي بارادو في الدفاع يعني راه يعاني كثير. بوداوي الكرة ترجع لفريق شبيبة بجاية، نعم وانطلاقة سريعة لشبيبة بجاية على الجهة اليسرى، دائما راح تفتح هذه الكرة دائما لصالح فريق حذاري. كاد يكون الخطأ من الحارس المساوي ودفاعه. ارتباك كبير في دفاع نادي بارادو. والله لقطات متميزة اليوم من جانب شبيبة بجاية. لا لما تشوف فريق يلعب خارج ميدانه ويلعب هالطريقة ويلحق في كل مرة المرمى تاع المنافس، هذا يدل على فريق يعني راه محترم، وفريق اللي راه يؤدي في مقابلة جيدة. واللاعب لاحظت الملاحظة انه اللاعب هذا زرقان عادل اللي يلعب في وسط الميدان، يلعب في الهجوم و حتى انه يرجع للدفاع لمساندة بوعبطة وبوشينا وغيرهم من اللاعبين. يعني امكانيات بدنيه ما شاء الله اللاعب عادل زرقان. محاوله شوف المساحات سمحوا لي الان، نعم لصالح بن عياد طويله، ومحاوله لفريق شبيبة بجاية اللي خرج الكرة. يعني إرادة كبيرة لدى اللاعبين. شوف هذا رقم 17 سعموم وليد، نوجدوه في كل الهجمات ووجدناه في الدفاع حاليا. نادي بارادو الشيء الإيجابي اللي عنده هو يعني خاصة اللاعبين تاع وسط الميدان تاعو، يعني يتحركوا يغيروا الأماكن تاعهم، ماهمش لاعبين اللي ياخذوا يعني المكان تاعهم ويلعبوا غير في لازون تاعهم، يعني يغيروا الاماكن في كل مره، لهذا اللي صعب مهموريه المنافس. لكن شبيبة بجاية يعني منظمه كما ينبغي، يعني في سواء في الدفاع او في وسط ميدانها او في الهجوم، يعني نقدر نقول ان الفريق شبيبة بجاية اليوم يعني ظهر بوجه طيب جدا، و يعني الند للند امام نادي بارادو. لا لو نتكلم على 45 دقيقة الأولى، نقول يعني شبيبة بجاية لعب كرة، كانت عنده عدة فرص للتسجيل، دافع في طريقة جيدة، ولكن تلقى هدف، وهذه كرة القدم، فريق يلعب وفريق يفوز، هذا هو يعني المنطق يعني في الشوط الأول. بقات حوالي يعني 30 ثانية من الشوط الأول، فيه دقيقتين من الوقت البدل الضائع، والكرة لصالح نادي بارادو تخرج إلى التماس في روح رياضية عالية. حقيقة المقابلة تجري في روح رياضية عالية، وشفنا أنه في هناك اندفاع بدني، فيه حرارة، فيه إرادة من لاعبي الفريقين
يعني في في الفوز بهذه بورقة التأهل للدور النصف النهائي. لا نادي بارادو يعني لقى صعوبة كبيرة في الدخول في في المقابلة في المباراة مقارنة مع شباب تبجية اللي تأقلم بسرعة يعني في بداية اللقاء كان دخل في اللقاء وكان عنده عدة فرص للتسجيل مقارنة مع نادي بارادو، ولكن نادي بارادو قلنا فريق اللي يعرف يسير المقابلة تاعه حتى في الوقت الصعب أوقات الصعبة. الكرة لشبيب تبجية ترجع وطويلة، بوشينا وحده يوقف كرته يمد هذه الكرة لنعيجي ثم ترجع الكرة لنعيجي، العيجي اللي ما شفناش كثير في هذه المباراة هو بوداوي. بوداوي على الجهة اليمنى شوف وين يوجد زميله وتقص الكرة وترجع لصالح فريق شبيبة بجاية. شوف الشبيبة ما بقات متمسكة بالإرادة كبيرة ثم على الجهة بن سيح نعم سيح ثم كرة ترجع لفريق شبيبة بجاية ومحاولة الدخول لمنطقة عمليات بوشينا. بوشينا عرف كيف يمرر هذه الكرة ثم للتماس تماس لنادي بارادو. الأمور ماهيش صعبة ماهيش سهلة. بن مسعود كذلك رقم 4 اللي يؤدي في مباراة، هو قائد الفريق شبيبة بجاية يؤدي في مباراة جيدة. وعلالي علالي وقف هذه الكرة ثم يرجع خطأ فادح من علالي وتمشي الكرة هذه مباشرة لفريق شبيبة بجاية وفي هناك تماس. شوف الخطأ كان من علالي هو يعترف يعني يعترف يقول أنا اللي أخطأ. لأن الوقت نظن بعد لحظات والحكم فعلا الحكم سيد نادر يعلن عن نهاية الشوط الأول بتفوق بتقدم في النتيجة لصالح نادي بارادو في الدقيقة 36 من تسجيل هذا اللاعب زرقان عادل لصالح نادي بارادو. إلى أن نلقاكم في الشوط الثاني إن شاء الله، دمتم في رعاية.